أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: رجل لا يصلي إلا يوم الجمعة والعيدين وباقي الصلوات لا يصليها، لكنه يصوم رمضان، فما حكمه؟ إذا كان لا يصلي أبداً لا في البيت ولا في المسجد، يترك الصلاة متعمداً، فإنه كافر ولا يصح صيام رمضان ولا يصح صلاة الجمعة، كلها باطلة، لأنه مرتد عن دين الإسلام بتعمده لترك الصلاة، فلا ينفعه عمل يعمله إلا إذا تاب إلى الله وحافظ على الصلوات الخمس. نعم.